أخي تسبب في وفاة شخص وقد دفع الدية إلى أهله، فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين؟ وإذا كان يلزمه ذلك فهل يصوم الشهرين أم 60 يوما؟ إذا وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة، إذا وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة بلا شك، وهي صيام شهرين متتابعين. كان الأصل عتق رقبة، لكن العتق الآن غير موجود، متعذر. والله جل وعلا يقول: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. ويصوم 60 يوم، يصوم 60 يوم، الشهر 30 يوم، يصوم 60 يوم، نعم، متتابعة، نعم.